ليالي المديح في هذه الأجواء الرمضانية وبمشاركة فرق من جهات مختلفة من المملكة، نستحضر بهذه التظاهرة نستحضر البعد الروحي والديني في المكون الموسيقي والفني في الثقافة المغربية الأصيلة عامة، وفي هذه الجهة بصفة خاصة والتي ظل المديح نصا ونغما يؤثث مجتمعها البدوي، وظل حامل هذا الفن الجميل يحظون بالتقدير والاحترام وأحيانا التقديس في هذا المجتمع. ليالي المديح بالداخل تظاهرة تستضيف مجموعة من الفرق الموسيقية من جهات مختلفة من المملكة، وتمثل هذه الفرق أطياف متباعدة ومتباينة من حيث الشكل ولكنها متحدة في مضمون واحد هو المديح النبوي الشريف. وراني مشرفة بمشاركتي في هذه الليالي المديحية في مدينة الداخلة، ويسعدني ما يسعدني وجودي معاكم. والله اللي كان جمهور زين تبارك الله، وكان مولي حماسي متفاعل معايا، وشاكرتكم على كرم الضيافة. شاركنا في هذه الليالي المديح كانت فرشة ممتعة، وبالمناسبة نشكر المدير الجوية للثقافة ونشكر كل من ساهم في نجاح هذه التظاهرة من بعيد من قريب ومن بعيد، وتظاهرة كانت في المستوى، ونطلب المزيد من تشجيع لمتحرس عليه الصلاة والسلام. احنا جينا اليوم مشاركين في مهرجان هذو ليالي المديح اللي معدلة مديرية الثقافة من جهة واد الداخلة واد الذهب في العشر الأواخر من رمضان، وهذا النوع من الحفلات ونوع من التظاهرات زين عندنا، يعني يرفد من الثقافة الحسانية بالنسبة للجهات وبالنسبة الحمد لله نجابر مع ياسر من المجموعات جاية من مختلف المدن من مختلف إلى درجة أن الشقيقة الموريتانية مشاركة هون، ونتعاطاو ياسر من الأدوار كيف نتعلموا منه ياسر ونتعلموا منهم ياسر، وهذه التظاهرات هي اللي زينة بالنسبة للمداح، لأنه المدح صراحة في ذا الشهر الفضيل هو اللي هو متنفس اللي قد المداح يعدل فيه الشيء. وشاكرين ذي اللجنة المنظمة على ذي الدعوة الكريمة اللي دعتنا لمدينة الداخلة، وهذا النوع من التظاهرات نتمناه يزيد ونتمناه يندعم ونتمناه الناس كاملة تحيط به، لأنه مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أول ركيزة في الغنى الحساني، وأول ومنين تبدأ في الغنى الحساني تبدأ بالمدح، ومنين تنتهي مولي تنتهي بالمدح، مع أنه المدح بالنسبة للثقافة الحسانية شيء بث الكبير يعني ما يلتحق. دخان يا دخان الله.